خطة عمل الرئيس التي طرحها للمات يوم الأولى في حد ذاتها خطوة جيدة، ولكن هل تلك الخطة قادرة على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر؟ لذلك بادر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بطرح حملة حقنا في 100 يوم، وهي حملة حقوقية تهدف إلى تقديم مقترحات للرئيس من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. إحنا حركة سياسية بنهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، بننزل نقف مع الناس نتكلم معهم عن الدستور وإيه المطالب اللي هم محتاجينها في الدستور، بننزل نتكلم معهم على حقيقة اللي بيحصل في الشارع، بنتكلم عن حقوقهم، بنعرفهم حقهم في السكن، حقهم في التعليم، حقهم في الصحة. إحنا حركة منظمة سلمية بتهدف إلى خدمة هذا المجتمع وتنميته. لما النهاردة هذه الحركة تبقى عرضة كل ناشط فيها زيها زي بقية الناشطين وزي بقية الحركات، إنها تكون عرضة إن يتقبض على أعضائها لمجرد إن هم بينادوا بحقوقهم وبيحاولوا إن هم ينموا هذا المجتمع ويوصلوا الحقيقة للناس، يبقى الثورة النهاردة ناقصها كتير جدا على ما تحقق أهدافها. الكلام اللي قالته الزميلة ريم ما بيخصش الحركة اللي هي عضوة فيها بس، لا ده بيخص حركات كتير قبل الثورة بعد الثورة، بسبب مجموعة من التشريعات ومجموعة من القوانين ليها علاقة بحرية تكوين الجمعيات وقوانين أخرى ليها علاقة بحق التجمع السلمي والتظاهر. هذه السلسلة من القوانين كان هدفها بالأساس هو منع حرية التنظيم ومنع أي شكل من أشكال الاحتجاجات، زي ما شفنا يوم 25 يناير ويوم 28 يناير مواجهة المظاهرات والتظاهرات السلمية بعنف مفرط أدى إلى سقوط قتلى. هذا الحال لم يتغير بعد الثورات. فالمطلوب من الرئيس محمد مرسي في الفترة الجاية خلال 100 يوم هي حاجات بسيطة جدا، فيهاش أي تكلفة مادية، يدي أوامر لوزارة الشؤون الاجتماعية بأن هي توافق على تأسيس الجمعيات الأهلية دون قيود، وفي نفس الوقت وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتدخل في عمل الجمعيات الأهلية من حيث محاضر مجلس الإدارة ومن حيث التنظيم الداخلي للجمعيات، وفي نفس الوقت أنه يسمح بالمظاهرات ويلغي قرار وزير الداخلية القاضي باستخدام الأعيرة النارية ضد التظاهرات السلمية. دي حاجات كلها بمنتهى البساطة يقدر أنه ياخدها في أقل من 24 ساعة. محمد إسحاق شاب عنده 19 سنة، طبقا لقصة مامته اتقبض عليه من البيت بالداخلية والشرطة العسكرية واتاخد على النيابة العسكرية وتحكم عسكري. في خلال أقل من أسبوعين اتحكم عليه بمؤبد بتهم بلطجة وترويع وحيازة أسلحة، وقعدنا سنة كاملة في ضغط ويعني محاولة للضغط لإعادة محاكمته. اتقبل الطعن بتاعه واتعاد محاكمته واتحاكم واتبرأ من كل التهم اللي توجهت له. محمد نموذج صغير ل قصص ناس تانيين مدنيين كتير تعرضوا لنفس الظلم، اتحكموا بسرعة جدا، اتحكموا من غير على تهم هما ما ارتكبوهاش قدام قضاء مش مختص بيهم. المحاكم العسكرية القانون حدد اختصاصاتها في قانون الأحكام العسكرية، تختص بمحاكمة الأفراد العسكريين ومن يحملون الصفة العسكرية بشأن الجرائم العسكرية التي تقع داخل السكنات العسكرية. يجب أن نحرص كل الحرص على عدم التوسع في إجراء محاكمات عسكرية وألا يحال مدنيين إلى القضاء العسكري، حرصاً على توافر ضمانات المحاكمات العادلة وفقاً للمعايير الدولية. مما لا شك فيه أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كان جلياً وواضحاً في عهد النظام السابق، وأيضاً استمر هذا التغول واضحاً وجلياً حتى بعد ثورة 25 يناير، وأبلغ مثال عليها قضية التمويل الأجنبي.